معاك لأسئلة سريعة عن مشوارك. طبعا هبدأ معاك بأوت، يعني قرار لو رجع بيك الزمن مش هتاخده، إنك مشيت من الزمالك، هو مش قرارك أنا عارف، لكن يعني كنت هتبقى بتحاول أكتر، إنك انضميت للأسيوطي ولا إنك ما روحتش المصري لما كان عايزك؟ والله هو ما تهياليش ان في ولا قرار منهم ان انا ندمان فيه، بس هو لو الزمن رجع بيا هغير طريقه تفكيري في موضوع الدكه واللعب والكلام ده. انك يعني توافق، تقبل، تستحمل. لا، مش موضوع ان انا استحمل، بس موضوع ان انا اطور من نفسي وما تمام. جليتش ذاتي واقعد ايوه مع نفسي افكر التفكير المؤلم اللي انا بفكره، عشان انا بعيش ايام مش حلوه خالص. فعلا انا حاسس الموضوع كبير لما بتبقى اه لا، متضايق. هي دي مشكلتي الكبيره. يعني انا مشكلتي ان انا ما بقبلش، انا ما بعرفش اقبل. هو في لعيبة بتقبل وفي لعيبة، انا مش بقلل يعني، انا ما فاهم. اعرفش هو النظرية انا اللي صح. انك ما تقبلش انك ما تلعبش كويس اه ماتش. لا، هو الموضوع انك تقعد. بالنسبة لي انا شايف، لان انا شايف ان انا مؤمن بنفسي اكتر، فشايف ان انا اي مكان انا فيه دلوقتي مش بستاهله، انا بستاهل انت اكتر من برج كده. ايه؟ انت عيد ميلادك امتى؟ انا عيد ميلادي 10/5 10/5. ماشي، تور ده صح؟ تقريبا، انا ما ربنا بفهمش يعينك. فيهم. طيب تقريبا طيب، هدف تتمنى ان يتحقق، انك ترجع الزمالك ولا انك تنضم للمنتخب ولا انك تحترف خارجيا؟ والله التلاتة التلاتة، بتمنى. ايه الاولوية لمين؟ اللي هي انت هتحس تقريبا انك لقيت نفسك فيه؟ البداية هتبقى في الزمالك، يعني البداية كلها بعد كده بدايتها الزمالك. يعني لو الزمالك لو صح. رجعت ومشيت كويس هروح المنتخب واحترف. حصل تواصل مع الزمالك في السنوات اللي فاتت اعتقد، صح؟ هو السنة بتاعت المحلة، بتاعت المحل، ما المحلة تمتش ليه؟ لما خلصت، ما انا كنت اعارة بقى من سموحة، ما عرفتش اروح في حتة، بس اوكي. ساعتها بقى الجيش اتدخل. طيب كورنر، هتحكي لي اشهر موقف مع الاسماء دي، مع الكابتن محمد يوسف اللي مشاك اخر يوم، ايه اشهر موقف؟ اكيد ده اشهر موقف، بس ممكن تحكي لنا ايه اللي حصل في الموقف؟ محمد كابتن محمد يوسف اصلا بالصدفه، يعني احنا اتكلمنا بعد ماتش البنك واحنا بنلعبهم وبتاع، ويعني عمال يقول لي انت لعيب كبير وانت وانت وانت. فكابتن محمد يوسف يعني ده برضو عادي، ممكن اكون برضو ساعتها انا ال في كل مدرب بيكون ليه رؤية للي اه هيخدم بالظبط أفكاره يعني. بالظبط بالظبط. وانا برضو كنت مؤمن جدا ان انا كان برضو لازم اشتغل على نفسي، أي. يعني ما كانش ساعتها برضو ممكن اكون استحق ان انا ابقى موجود في سموحه. فالموقف إنه ده اللي مشاني جه أشد بمستوايا يعني. اه فده مش بيبقى يعني الموضوع مش ند، فاهمني؟ يعني فاهم. انا بقول كده عشان هو الموضوع مش ند، يعني أيوه مفهوم. مش ان انا اطلع اقول ان كابتن محمد مشاني يبقى انا كده بقى. ظلمني اه فوحش لا لا فمش لا، عارف مش ايه. كده خالص. موقف مع الكابتن حلمي طولان طبعا، غير موقف تصعيدك للفريق الاول. هقول لك موقف مضحك جدا انا بفتكره اصلا. هو كل ما يشوفني كان انا في الجيش كنت مربي شعري، كان شعري كبير. لو انت قصه دلوقتي. اه لا، كنت محمد صلاح كده، كنتش كان شعري كبير قوي. اي. فكل يوم يقول لي احلق شعرك، فانا اقول له حاضر وما بحلقش، يعني مدير فني مش عارف ايه مشكلتك، فاحلق شعرك. فقلت له حاضر، فما بجي ما بحلقش. فجي يوم عندنا الزمالك بكره واحنا في المعسكر، فقعد يدور عليا، لقيت لعيبه اتصل بيا، اللعيبه قالوا لي اجري، الكابتن حلمي بيدور عليك ومعاه مقص يا نهار ومعاه ابيض. مدرب الحراس، لو مسكك هيقص لك شعرك. فاختفيت. وبعدين فبعدين قال لك ده فين، ده خرج من المعسكر ده ولا ايه، ده اكيد خرج. فظهرت، فراح مسكني وراح مكتفني، راح قصص لي ايه الشوية اللي هنا باظت. باظت. قال لي العب بقى بكره، شوف هتورينا هتلعب بكره ازاي. اوكي. فانا بكره جبت الحلاق، فجبت الحلاق، اللعيبه كلها راحت حلقت قبلي، وكله بقى عندنا زمالك وبتاع، جبت حلاق معسكر، مش هينفع اطلع كده. ف مصر كلها تتفرج علينا. اه ف ف فحلاق اللعيبه خلصت، وانا قعدت بقى جه ميعاد المحاضره، فعمالين يتصلوا بيا، طب انا حالق جنب واحد انزل ازاي؟ فحلاق عمال اقول له اخلص اخلص، انا اتاخرت جدا. فايه اللعيبه اتصلت بيا قالوا لي الكابتن بيقول لك انت بره الماتش، ما تنزلش المحاضره. تمام. فنزلت له والصابون على دماغي وحالق جزء وسايب جزء، فاهمني؟ فهو بقى جاب كابتن حلمي قوي جدا طبعا. وهو متعصب بقى قوي وبتاع. فنزلت له لسه بفتح باب المحاضره قدام اللعيبه، راح ميت من الضحك شافني بقى عامل. قلت له طب انت اللي عملت، طب العب كده ازاي؟ رحت في الاخر انضميت للقائمه اه فما لا، عرفتش. ولعبت، كنت نعم. بادئ كمان. مصطفى محمد زميل ملاعب طلع الجيش مش كده؟ اه ايه اشهر موقف معاه؟ لا، مصطفى حياتنا يعني، هي احنا لعبنا سنه واحده بس عشان هو ساكن جنب بيتي، فكانت حياتنا السنه دي يعتبر عايشينها مع بعض يعني، فكانت حياتنا كلها مع بعض. نعم. فمواقفه، بس مواقفه ما تتحكيش بصراحه. ما تضحكيش، الكلمه دي اتقالت لي على الهوا وانا مع استاذه منى الشاذلي، ومن ساعتها الناس بتسالني ايه المواقف اللي ما تضحكيش. فربنا يعين مصطفى محمد بعد اللي انت بالظبط. قلته. اسلام، نورتني وانبسطت جدا بوجودك معايا. ربنا يخليك، انا اتبسطت اكتر، وشكرا على الساعة الجميلة دي. ربنا يوفقك ان شاء الله.